فشو سامة رسم صورة تعبيرية لو أنا بلشت الرسم من لما كنت بالصف الأول بشكل عام كان عمري 6 سنين. بابا أول رسمي بلشتها هي بابا اللي علمني إياها، كان بابا هو الدفع الأساسة إلي. أول معرض شاركت فيه هو معرض المدرسة اللي شاركت فيه بثلاث لوحات بتحكي عن الوضع السوري بشكل عام، وهذا هو المعرض الثاني اللي بشارك فيه. أنا كتير حسيت بشعور فرح والسعادة لما شاركت هذا المعرض، لأنه بحس أول مرة يعني شعور رائع. تقدمت إلى مسابقة الشعراء بقصيدة عن ابني البطل عمر، والحمد لله تبوأت المركز الأول وكرمنا، وعادت الثقة في هذه البلدة المعطاء إلى أهلها. عندما يكون هناك أمان وهناك اطمئنان وهناك مساحة من الحرية ينبثق الإبداع وينتشر في مختلف مجالات الحياة.